السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستاذ الله مساكم بكل خير. معكم أخوكم مستان قحطاني من موقع التقني بلا حدود. اليوم راح أتحدث عن السوارة، أشوفها من أفضل الأساور في عالم الرياضة والصحة. السوارة هذه مقدمة من قبل شركة متخصصة أيضا في هذا المجال، هي شركة فيتبت، واللي عندها إكسوارات وأساور تقدم لك خيارات كثيرة في مجال الصحة والرياضة. سوارة تعرف باسم التشارج اتش ار، تأتي منها عدد من الألوان، لكن الشيء المهم جدا انه هذه السوارة تأتي بعدد المقاسات، فتأكد اختيار المقاس المناسب لك. المقاسات تبدأ من السمول الى الاكسلار، والسعر 150 او 730 الى 740 ريال سعودي ودرهم اماراتي. نتكلم عن التصميم وجودة التصنيع الخاص بهذه السوارة. السوارة تأتي بتصميم جميل أنيق، وزن خفيف جدا، ما واجهت فيها مشاكل من ناحية استخدامها لفترات طويلة جدا، أو بمعنى صح لأيام طويلة جدا. استخدم مادة السيليكون، فهذه المادة ممتازة، لكن بنفس الوقت راح ترحب بالكثير من الأوساخ، فتحتاج أنك تنظفها في نهاية اليوم. السوارة هذه مقاومة لرشاشات الماء وليست ضد الماء للأسف. واحد من الخصائص اللي أشوفها لازم تكون متوفرة في عدد من الأساور انها تكون ضد الماء، لكن هنا غير متوفرة. طبعا من هذه المنطقة راح تشوف انه عملية ضبط السوارة هي نفس الشيء الموجود في الساعات التقليدية او الكلاسيكية، فتأكد انها ما تكون مشدودة، علشان في تقنية موجودة هنا اللي هي تقنية مستشعر لدقات القلب، علشان يقيس دقات القلب وبشكل ممتاز. هنا راح تشوف المنطقة الخاصة بشحن هذه السوارة، هذه المنطقة تحتاج إلى شاحن خاص، فأنت بلدي منك، لأنه لو ضاع منك فما راح تستفيد منها نهائيا. من هذا الجهة راح تشوف الشاشة بتقنية OLED. الشاشة ممتازة من ناحية إظهار البيانات، جيدة من ناحية استخدامها تحت أشعة الشمس، لكن في زر بجانب الشاشة، هذا الزر راح يسمح لك بالتنقل بعدد من القوائم، مثل عرض للساعة، في ايضا عرض لعدد الخطوات ومستشعر لدقات القلب، مسافة والسعرات الحرارية والسلالم، صعودك او نزولك للسلالم وغيرها من هذه الاشياء. فعندك كثير من الخيارات المتاحة من خلال هذه الشاشة. الزر ايضا يوفر لك خيار الوصول او البدء في توقيت من خلال الضغط بشكل مطول. هذا فيما يخص بالتصميم وجودة التصنيع الخاص بالتشارج HR. نتكلم عن الأداء والبطارية. البطارية هنا حسب ما ذكرت لنا الشركة أنها تصمد لمدة 5 أيام من استخدامنا، وصمدت إلى 4.5 أيام في اليوم، فأقدر أقول لك أنها جيدة، لأنه هذه المفروض أنه السوارة مثل هذه، وخاصة السوارة اللي تستخدم شاشة بحجم صغير أو بدون شاشة، تصمد لفترات أطول، لكن هنا نشوفها صمدت معنا أقل من 5 أيام، فكنت أتمنى أن تكون أفضل من ذلك. بالنسبة للأداء الخاص بهذه السوارة، طبعا السوارة نبدأ يعني راح تعطيك كثير من الخيارات، من ضمنها خيار خاص بدقات القلب. فدقات القلب راح يحسب لك وبشكل مستمر عدد دقات القلب، سواء كنت تمشي بشكل عادي او انك تسوي رياضة. فاول يومين لاحظت انه متأخر شوي في عدد من المنافسين، وخاصة في احتساب عدد دقات القلب. بعدها اول يومين لاحظت انه خلاص صار بنفس المستوى، فهذا شيء كويس. اهم شيء ركز على نقطة انه ما تكون مشدودة على يدك، هذا اهم شيء. بالنسبة لحساب الخطوات والمسافة والسعرات الحرارية ونظام النوم، فكل شيء كان يعمل وبشكل ممتاز وبشكل دقيق جدا. فهذا ما يخص بالأداء والبطارية. فيما يخص بالنظام أو التطبيق الخاص بهذه السوارة، فالتطبيق متوافق مع نظام الآي أو إس والأندرويد وأيضا الويندوز فون. التطبيق جدا جميل، راح يوفر لك عدد من التصنيفات، كل تصنيف راح يوجهك لشيء معين. طبعا التصنيفات هذه ممكن تستفيد منها في الدخول الى معلومات اكثر، لكن خليني اوضح لك بشكل اكثر. فانت لما تدخل البرنامج اول شيء راح تشوف انه قاعد يطلب منك تسوي مزامنه، المزامنه هذه تكون بشكل لاسلكي، فما في مشكله في الموضوع. من هنا راح تشوف حساب عدد الخطوات، مستشعر دقات القلب والمسافه، وعدد كثير من الخيارات مثل احتساب لساعات النوم، وانه يسوي هذا الشيء بشكل تلقائي، فهذه واحد من الخيارات ايضا المفيده في هذه السوارة. طبعا
طبعا البرنامج نفسه اذا دخلت على واحد من هذه الصفات فراح تلاحظ انه يقدم لك رسوم بيانيه جميله، تفاصيل اكثر لعدد الايام، ومن ثم ممكن تضغط على هذه الاسهم علشان توصل الى مقارنه اسبوعيه او يوميه او شهريه او حتى سنويا. ف شيء كويس، كل ما تحقق الرقم المطلوب كل ما تحصل على زي ما تقول إنجازات، فهذه تشجعك ممكن تستفيد منها وتشاركها من خلال أصدقائك اللي يملكون نفس السوارة أو عدد من الأساور الأخرى. القائمة الجانبية فممكن تستفيد منها في الديفايسز، الأجهزة والألارمز التنبيه، فهنا ممكن تستفيد منها. طبعا الشيء اللي لاحظته أو ممكن يكون مشكلة بسيطة لكن ممكن يتم حلها من خلال التحديث هو البيانات الخاصة بنظام النوم، ما قاعد يعطيني التفاصيل الكثيرة مثل ساعات النوم العميقة أو كم مرة صحيت مثل ما شفنا في عدد من المنافسين. لكن على ذلك أنه التطبيق جميل جدا، ما وجدت فيه مشكلة، حتى في خيار ممكن تضبط فيه أكلك، يعني نظام الأكل فممكن تشوفه من خلال هذا الخيار، وهذا أول مرة أشوفها موجودة في عالم التطبيقات المتعلقة بالأساور الرياضية أو في مجال الصحة. نقطة أخيرة، في خاصية ممتازة موجودة أيضا على هذه السوارة مع أني أشوفها بتهم الأشخاص اللي يستخدمون اللغة الإنجليزية، هي سمارت كولر آي بي اللي تظهر لك المتصل من خلال الصور نفسها، فبشرط أن تكون الأسماء باللغة الإنجليزية فما عندك مشاكل، ممكن تكون باينة من خلال هذه الشاشة الصغيرة. هذا كان استعراضي لصوارة تشارج اتش ار، صوارة جدا جدا ممتازة أشوفها الأفضل إلى الآن في عالم الأساور الرياضية وأيضا فيما يخص أو فيما يتعلق في مجال الصحة. أشوفكم على خير إن شاء الله، مع ألف سلامة.